بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال الفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنة وحب الحصيد.
وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق